طلاب الصف الاول الثانوي. معاكم مستر محمد الصقيلي. ان شاء الله النهارده هنتكلم على ليسون جديد في الالجبرا، هنتكلم على ريليشن بتوين ذا تو روتس اوف سكند ديجري ايكويشن اند ذا كوفيشنت اوف ايتس تيرم. احنا طبعا عارفين ان الايكويشن اوف ذا سكند ديجري بيبقى الشكل بتاعها اسمه اي اكس سكويرد بلس بي اكس بلس سي. اللي احنا اتعلمنا طرق الفايند هاو تو فايند ذا روتس اوف ذيس ايكويشن، فاحنا اتكلمنا على الفاكتورايزيشن واتكلمنا على الجنرال فورمولا وكل الطرق اللي احنا بنجيب بيها الروتس. احنا دلوقتي هنتعلم من غير ما اجيب الروتس ازاي اجيب السم اوف ذا تو روتس وازاي اجيب البرودكت اوف ذا تو روتس. في علاقه بتربط ما بين التو روتس اوف ذا ايكويشن اند ذا كوفيشنت اوف ايتس تيرم. الكوفيشنت اللي هي الاي والبي والسي. فانت لو عايز تجيب، انت مثلا عندك تو روتس زي 2 و3، كنت انت بتعمل كده اللي هم اكس ماينس 2 يعني واكس ماينس 3. فانت لو فكيتها هتبقى اكس باور 2 وماينس 2 اكس وماينس 3 اكس يعني ماينس 5 اكس بلس 6 از ايكوال تو 0. يبقى انت دلوقتي لو عندك الايكويشن بالشكل ده، فالتو روتس اللي هم 2 و3 لو عملتهم بلس بعض هيطلع ب 5 مش نيجاتيف 5، لو عملتهم تايمز بعض بيطلع ب 6. فانا دلوقتي لو عايز اجيب الايكويشن على طول اخد دوت الاي وده البي وده السي، فهاخد نيجاتيف بي على ايه؟ نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس كوفيشنت اوف اكس سكوير. لو عايز اجيب البرودكت الابسوليوت تيرم اللي هو السي على ايه؟ اللي هي على كوفيشنت اوف اكس باور 2. يبقى من الاخر كده انا عندي تو روتس، واحد اسمه ال والتاني اسمه ام، يعني ده ال وده ام، فلما اجي اعملهم بلس هيبقى نيجاتيف بي اوفر ايه. عايز اجيب البرودكت هيبقى سي اوفر اي. يبقى العلاقه ما بين التو روتس السم بتاعهم نيجاتيف بي اوفر اي البرودكت سي اوفر اي. فور اكزامبل without solving the equation find the sum and find the product. عايز اجيب السم هيبقى نيجاتيف بي اوفر اي، الاي ب 4 البي ب 4 برضه السي بنيجاتيف 35. لو انا عايز اجيب السم هعمل نيجاتيف بي اوفر اي، نيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف اوفر 4، نيجاتيف 4 اوفر 4 هيبقى نيجاتيف 1. عايز اجيب البرودكت سي اوفر اي، نيجاتيف 35 اوفر 4. يبقى انت عرفت ان السم نيجاتيف بي اوفر اي، البرودكت سي اوفر اي. انذر 1 عشان الناس اللي مش مركزه. طبعا لازم شكل الايكويشن يبقى اي اكس سكويرد بلس بي اكس بلس سي، ما تنفعش بالشكل ده. يبقى لازم ان انا اوصل ديت ان انا اخليها زيرو ايكويشن، تبقى 3 اكس باور 2. ال 23 دي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف هتبقى نيجاتيف 23 اكس، وال 30 برضه هتروح بالبوزيتيف هتبقى بالشكل ده. الاي ب 3 البي بنيجاتيف 23 السي ب 30. عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب السم نيجاتيف بي اوفر اي، تبقى 23 عشان انت بتاخد نيجاتيف 23 هتبقى 23 اوفر 3. البرودكت سي اوفر اي يعني 30 اوفر 3 يطلع ب 10. يبقى انا قدرت اجيب السم وقدرت اجيب البرودكت من غير ما اجيب التو روتس اللي انا عارف بيتجابوا ازاي. طب هنا برضو هبدا افك الايكويشن، هبدا ده مع ده، الفيرست مع الفيرست، فيرست مع السكند، سكند مع الفيرست، سكند مع السكند، او مينز واكستريمز زي ما انت عارف. 2x تايمز x هتبقى 2x باور 2، 2x تايمز 2 هيبقى 4x، نيجاتيف 3 تايمز x از نيجاتيف 3x، نيجاتيف 3 تايمز 2 از نيجاتيف 6، كل ده ايكوال تو 0. هيعمل اد لللايك تيرم، هجمع اللايك تيرم دول، يبقى انت مالكش دعوه بال 2x باور 2، 4 ماينس 3 ب 1x ماينس 6 از ايكوال تو 0. ال A بكام؟ ال A ب 2، ادي ال A، ال B بكام؟ ال B is 1، ال C ب negative 6. عايز ال sum negative B over A يعني negative 1 over 2. ال product negative C C over A يعني negative 6 over 2 يطلع ب negative 3. يبقى انا قدرت اجيب ال roots. طبعا لو واحد يقول لي طب انا ممكن اجيب ال roots سمستر اللي هو هيبقى ال X هنا ب 3 over 2 والتاني هنا هيبقى ب negative 2. طب انت حبيبي لو عملت دول بلس تفتكر هيطلع كده؟ اه فعلا. طب لو عملتهم تايمز هيطلع كده برضو؟ ايوه. طب انا اعملها بالطريقه قايل لك ويزاوت سولفنج زي كويشن.
طيب هنا بيقول لي answer the following question if the sum of the two roots. هنا بقى هجيب لك السؤال بطريقه عكسيه، انا هديك السم واطلب منك الفاريبلز اللي هي موجوده اللي هي الكوفيشنتس دلوقتي. يعني انا دلوقتي مديك الـ A بـ 2، الـ B سماها B زي ما هي، والـ C بـ negative 5. السم negative B over A، negative B over A يعني negative B over 2، بقت negative B over 2 equal negative 3 over 2. طبعا لو كنسلت ال 2 مع ال 2 والنيجاتيف مع النيجاتيف تبقى البي على طول ايكوال تو 3، يبقى انا كده جبت البي ايكوال تو 3. بعد كده بيقول لي then solve the equation، يعني انا دلوقتي هحط البي هنا ب 3، equation عاديه بقت 2 اكس باور 2 اهي بلس 3 اكس ماينس 5. ابدا اعمل لها فاكتورايزيشن، عملتها فاكتورايزيشن بقت 2 اكس واكس و5 1 ما بلس وماينس، تبقى يا اما الاكس بنيجاتيف 5 اوفر 2 او الاكس از ايكوال تو 1. يبقى انا كده جبت الروتس بتاعتي اللي هو بيقول لي سولف ذا ايكويشن ان سي اللي هي كومبلكس نمبر يعني. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا السم نيجاتيف بي اوفر اي، البرودكت از سي اوفر اي. نقدر اجيب السم واقدر اجيب البرودكت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if the product of the two roots، البرودكت ده المرة دي مين البرودكت؟ البرودكت اللي هو c over a. c هنا المرة دي c ب negative c، يبقى negative c over 3 equal negative 8 over 3. أكيد ال c تبقى ب 8. هنحط مكان ال c 8 عشان أجيب الـ a الـ solving equation، هتبقى 3x power 2 plus 10x minus 8 is equal to 0. لو انت عملت فاكتورايزيشن 3x وx، ال 8 خليتها 2 و4، واحده بلس وهنا ماينس، هتبقى يا اما الاكس بنيجاتيف 4 يا اما الاكس ب 2 على 3. يبقى انت دلوقتي جبت 2 اوفر 3 والنيجاتيف 4، هم دول ال 2 روتس اوف ذا ايكويشن. لو عملتهم تايمز بعض هيطلع بنيجاتيف 8 على 3 فعلا، لو عملتهم بلس بعض هيطلع بكام؟ هيطلع بنيجاتيف 10 اوفر 3. لان انا عرفت منين؟ لان انا عارف ان السم نيجاتيف بي اوفر اي، نيجاتيف 10 اوفر 3، البرودكت سي اوفر 3، سي اللي هي مين؟ السي اللي هي نيجاتيف 8 اوفر 3. اظن الكلام واضح. طيب هنا بيقول لي بقى ايه؟ طريقه ثانيه لصيغه السؤال، بيقول لحضرتك لو اكس از ايكوال تو نيجاتيف 1، انا عندي الاكس كده از ايكوال تو نيجاتيف 1 از 1 اوف ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن. طالب منك تجيب الفاليو اوف اي. طيب عشان اجيب الفاليو اوف ايه هعمل ايه يا حبايبي؟ قدامي حلين، ممكن الحل الاولاني ان انا عندي 1 روت بنيجاتيف 1 ومن المساله اقدر اجيب السم، السم اللي هو نيجاتيف بي اوفر اي، يعني السم انا عندي 2 روت السم بتاعهم نيجاتيف بي اوفر اي، يعني 2 على 1 يعني ب 2، واحد منهم بنيجاتيف 1 يبقى الثاني بكام؟ نيجاتيف 1 بلس كام يديني 2؟ اودي النيجاتيف 1 هناك تبقى الثاني ب 3، يبقى الاذر روت از 3. جبت الاذر روت اللي هو طلع ب 3، هعملهم الاثنين تايمز بعض، هعمل ال 3 اللي هو دوت مع الروت الاولاني اللي هو نيجاتيف 1، هيبقى نيجاتيف 1 تايمز 3 هيطلع بنيجاتيف 3، يبقى البرودكت اللي هو a على 1 اللي هو ال a ب 3. يبقى انا كمان جبت الفاليو بتاعت ال a تطلع ال a بنيجاتيف 3 عشان الفاليو هنا a على 1، يبقى ال a على 1 بنيجاتيف 3، تبقى ال a بكام؟ بنيجاتيف 3. يبقى انت من البرودكت من الصم الاولاني اللي هو الصم ب 2، عرفت منين الصم اللي هو نيجاتيف بي على ايه؟ طلع ب 2. نيجاتيف بي على ايه؟ ايكوالز 2. واحد من الروتس بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بلس كام يديني 2؟ هيبقى الثاني ب 3. طب انت معاك التو روتس اللي هي 3 والنيجاتيف 1، عملتهم تايمز بعض طلع نيجاتيف 3، يبقى البرودكت اللي هو سي على ايه اللي هو دلوقتي هنا ايه يعني هو ده بنيجاتيف 3، جبت الفاليو بتاعه الايه. واحد يقول لي يا مستر ما احنا خدنا ده في اول درس ان انا ممكن احط الاكس بنيجاتيف 1، هلاقي ان دي نيجاتيف 1 باور 2 يعني 1 ماينس 2 تايمز نيجاتيف 1 يعني بلس 2، 1 بلس 2 ب 3 هوديها الناحيه الثانيه هيبص يبقى الايه على طول بنيجاتيف 3. قلت له ما فيش اي مشكله، هو طالب منك كده. يبقى انت بس انت اتعلمت ان انت من طريقه السم والبرودكت استغلها عشان تعرف الفاريبلز اللي هي موجوده اللي هي الكوفيشنتس اللي هو طالبها منك. طيب
يبقى الايكويشن بتاعتي كده، انا ممكن تطلب مني الاذر روت، ممكن يطلب مني الاذر روت. خلاص دي كده عرفت ان دي بنيجاتيف 3، هعمل فاكتورايزيشن، هتبقى اكس واكس، اهي بقت نيجاتيف 3. عملت فاكتورايزيشن نيجاتيف 3 1، يبقى 1 اوف ذا تو روتس 3، وهنا ده بنيجاتيف 1 هو اللي بيطلب مني الاذر روت، يبقى الاذر روت يطلع بكام؟ ب 3. نشوف السؤال اللي بعد كده. هنا بدأ برضو يدربني على الدرس الثاني اللي هو بتاع الكومبلكس نمبر، بيقول لي if 1 plus i is 1 of the 2 root of the equation. خلي بالك طالما ان واحد من الروتس اسمه 1 plus i يبقى الثاني اسمه 1 minus i، لازم يبقى هو الكونجيجيت بتاعه. لو واحد اسمه 3 plus 2i يبقى الثاني 3 minus 2i. النمبر الكونجيجيت بتاعه بيبقى لازم يبقى كونجيجيت، يعني بنعكس الساين بتاعت الجزء الايماجينري. فانا دلوقتي عندي واحد اسمه 1 بلس اي. طب انت مش مصدقني، بيقول لك لو واحد من الروتس 1 بلس اي عايز الروت الثاني، السم هنا بكام يا حبايبي؟ السم بنيجاتيف بي اوفر اي، يعني 2، 2 اوفر 1 ب 2. يعني انا عملت 1 بلس اي ده بلس الروت الثاني اللي انا ما اعرفوش هيطلع لي ب 2. طب ما هودي ال 1 ماينس اي الناحيه الثانيه، هتبقى 2 ماينس 1 ماينس اي، 2 ماينس 1 تبقى 1 ماينس اي. يعني لو واحد من الروتس 1 بلس اي يبقى الثاني من غير ما افكر اسمه 1 ماينس اي. طب البرودكت، البرودكت هنا سي على ايه اللي هي بايه؟ يعني انا لو عملت مستر 1 ماينس اي تايمز 1 بلس اي اللي هو التايمز ده اسمه البرودكت، هيطلع لي الايه ده؟ هيطلع لك الايه. طب انا عارف ان لما يكون نمبر مع الكونجيجيت بتاعه باخد الفيرست باور 2 والسكند باور 2، يعني انت هتعمل ايه؟ 1 تايمز 1 ب 1، وهنا الكوفيشنت بتاعت الاي 1 برضو 1 تايمز 1 ب 1 واعملهم بلس 1 بلس 1، يطلع السم بتاعهم هيطلع بكام؟ ب 2. مساله مهمه جدا، يبقى الايه هتطلع معاك ب 2، او انت تكتبها على الكالكوليتر بقى 1 ماينس اي تايمز 1 بلس اي، او تعملها كانها ديفرنس بتوين 2 سكوير 1 ماينس اي سكوير دي الاي سكوير دي نيجاتيف 1، تبقى 1 بلس 1 تبقى ب 2. كل ده متاح لك ان انت تعمله. نشوف اكزامبل نمبر 4 يا حبايبي، عايز الفاليو بتاعت الاي والبي. طب قبل ما احل مثلا، انا الايكويشن اللي ما فيهاش ارقام دي فاعمل فيها ايه؟ المساله ما فيهاش ارقام، ممكن اجيب السم. فهنجيب السم، لما اجي اجيب السم يا حبايبي هعمل ايه؟ السم ايكوال نيجاتيف بي اوفر اي، يعني اي يعني هنا البي مستر، الاي هنا والبي هنا والسي. لا يا حبيبي، هو هنا غير لك، حط مكان الاي 1 وحط مكان البي اي وحط مكان السي بي، فالسم هيبقى نيجاتيف اللي قدام الاكس على اللي قدام الايه؟ الاكس سكوير، يعني نيجاتيف اي ده السم. يعني انا لو عملت الروتس دول بلس بعض اللي هو السم اللي هو 2 بلس 5 اللي هو 7، يبقى نيجاتيف اي ايكوال 7. يبقى نيجاتيف اي ايكوال 7، خلاص يبقى الاي نيجاتيف 7. طب لو عملتهم تايمز بعض بقى، عملتهم برودكت، البرودكت هنا بسي على اي اللي هي بي على 1 ببي، هيبقى هو ايكوال التايمز بتاعهم 2 تايمز 5 ب 10. يبقى انا كده جبت السم وجبت البرودكت من المساله. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. روت 3i وماينس روت 3i ار ذا تو روتس. تعالى برضو نفس الكلام، هنا السم، السم بكام يا مستر لو عملت ده بلس ده؟ ما هو ده عكسه، يبقى لو عملتهم هيكنسلوا مع بعض، يبقى السم بزيرو، يبقى الايه هتبقى ايكوال تو زيرو. طب لو عملتهم تايمز بعض، الروت 3 هيضيع الروت 3، هتبقى 3i باور 2 ماينس 3i باور 2، يعني تطلع ب 3، يبقى البي هتبقى ب 3، بقت الايكويشن اكس باور 2 بلس 3. يبقى الشكل زي ما انت شايف كده اهو، انا عملت هنا السم هيطلع بزيرو، الايه طلعت بزيرو، عملتهم تايمز بعض تطلع الايه البرودكت بسين. يبقى ده الحل بتاعنا المساله اللي فاتت. السؤال اللي بعد كده، قبل ما اخد السؤال عايز اديك حبه ملاحظات كده سهله جدا. اول سؤال، اول حاجه بيقول لك لو انت عندك الايكويجن الايه ديت ب 1، الايه يعني مفيش حاجه مكتوبه هنا 1، فهيبقى السم بدل ما نقول نيجاتيف بي على ايه اللي هي نيجاتيف بي على 1، يبقى خلاص السم بنيجاتيف بي. والبرودكت بدل ما اقول سي على ايه اللي هي سي على 1، تطلع البرودكت بسي.
يعني ال بلس ام اللي هو السم ال بلس ام ما هو روت ال وام يبقى السم بنيجاتيف بي البرودكت بسي. يعني قلت لك اكس باور 2 ماينس 7 اكس بلس 9 يبقى السم بكام؟ على طول من غير ما افكر السم ب 7. طب هي نيجاتيف، لا ما انا بغير الاشاره، البرودكت هيبقى ب 9. يبقى دي خلاص الملحوظه دي مهمه جدا هتسهل لي الدنيا شويه. تاني معلومه بيقول لك لو واحد من الروتس is additive inverse the other، يعني واحد منهم the sum of the two roots is the additive inverse of the coefficient of x والبرودكت از هنا هنا بيقول بقى لو انت عندك السم بتاع التو روتس بزيرو. يعني ايه السم بتاع التو روتس بزيرو؟ يبقى اكيد ان واحد منهم عكس الثاني في الاشاره، يعني لو واحد 5 يبقى الثاني بنيجاتيف 5، لو واحد بروت 3 يبقى الثاني بنيجاتيف روت 3، لو واحد ب 2i يبقى الثاني بنيجاتيف 2i. يعني اما يقول لي additive inverse واحد من الروتس additive inverse to the other، يبقى انا عرفت ان اللي في النص بزيرو اللي هو البي. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت دلوقتي طالما قال لي ان واحد من الروتس is additive inverse، كلمه additive inverse دي المفتاح السحري بتاع المساله. لما يقول لي additive inverse يبقى على طول الحاجه اللي في النص دي مش موجوده هنا، كل ده بزيرو. ليه؟ طيب عشان ده اسمه الصم، الصم هو اللي ده على ده، نيجاتيف بي على ايه، يعني نيجاتيف بي على ايه هو ده الصم. طب الصم ده بيطلع بزيرو امتى؟ لما البي اللي هي الرقم اللي هنا هو اللي بزيرو، مش معقوله الايه، لان الايه اللي تحت دي عمرها ما تبقى بزيرو. يبقى لان لو الايه بزيرو احنا قلنا في اول حاجه مش هتبقى كوادراتيك اصلا. طيب لو واحد من الروتس، طب يا مستر مالتيبليكيتيف انفرس، ايه مالتيبليكيتيف انفرس؟ يعني واحد من التو روتس از ريسيبروكال، يعني لو واحد 5 اوفر 4 يبقى الثاني 4 اوفر 5، فالبرودكت بتاعهم اكيد هيبقى ال 4 هتكنسل ال 4 وال 5 تكنسل ال 5 يبقى البرودكت ب 1. يعني سي على ايه اللي هي سي على ايه ايكوال 1، سي على ايه ايكوال 1، يعني معنى كده ان الاي والسي قد بعض، يبقى لو الاي قد السي يبقى ال ال ام هيبقى ب 1 اللي هو البرودكت ب 1. هيوضح الحل ده السؤال اللي جاي ده هيوضح لك الدنيا. بيقول لي find the value of k، find the value of k if one of the two roots is additive inverse. الله additive inverse لقيتها اهي، هي دي معناها ان ال b ب 0 هو ال a ب 3، ال b اللي هي دي كلها k minus 3 equal to 0، لان هو ادم قال لي additive inverse فهعملهم بلس بعض هيبقى الصم بتاعهم ب 0 والصم اللي هو negative b. المهم يعني اما يقول لي additive inverse يبقى الجزء اللي في النص ده ب 0، يبقى كي بكام؟ يبقى كي ب 3، خلاص عرفنا ان كي ب 3. طب لما يقول لي multiplicative inverse، لما يقول لي multiplicative inverse يبقى ال a is equal to c، هو قايل لي كده. لما يقول لي multiplicative inverse يبقى اكيد ده ودوت قد بعضه، ال a اهو وده ال b، يبقى ده ال c، كل ده ال c، كل ده ال c. يعني قصدك ان كي باور 2 اللي هي ال c ديت بلس ال 1 equal to k؟ قلت له صح. تعالى ندخلها جوه تبقى كي باور 2 minus 2k plus 1 is equal to 0. طب انا دي ممكن اعملها 2 براكت ولا اعملها براكت 1 باور 2 كده؟ لان انا شفتها قبل كده، ده اسمه كومبليت سكوير، يعني ده كي باور 2 هيبقى ده بكي وده 1 باور 2 يعني 1 وبينهم ماينس. يعني كي ماينس 1 باور 2 ب 0، يعني كي ماينس 1 ب 0، يعني كي ماينس 1 ب 0 يبقى منها كي از ايكوال تو كام؟ يبقى كي از ايكوال تو 1 عشان هو قال لي مالتيبليكيتيف انفرس. لما يقول لي اديتيف انفرس يبقى البي اللي في النص ب 0، مالتيبليكيتيف انفرس يبقى الاي از ايكوال تو سي. تمام يا حبايبي؟ يبقى هنا كي ايكوال تو 1. السؤال اللي بعده بيقول لي find the value of k if one of the two roots of the equation 3 times the other. واحد من الروتس قد الثاني ثلاث مرات، يعني لو واحد منهم ب l يبقى الاذر اللي هو 3 times يبقى 3 times l يعني ب 3 l. تمام؟ يعني انا دلوقتي واحد ب l والثاني ب 3 l، لو عملتهم تايمز بعض عشان اجيب البرودكت 3 l وكمان l هيبقى 3 l باور 2.
ايكوال البرودكت اللي هو 12، لان انت هنا على شكل الاي ب1 خلاص يبقى ب12. هعمل ديفايدد باي 3 يبقى ال باور 2 ب4، يبقى ال يا اما ب2 يا اما بنيجاتيف 2. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الروتس بتاعتي مثلا هيبقى واحد ب2 والتاني قده 3 مرات يبقى 6. ولو انا عملت دوت بنيجاتيف 2 هيبقى التاني بنيجاتيف 6. طب انا عايز اجيب ايه؟ السم والبرودكت. ما احنا قلنا واحد ب2 الثاني هيبقى ب6، لو ده بنيجاتيف 2 يبقى الثاني بنيجاتيف 6، لو عملتهم بلس هيطلع ب8، او عملت دول كانوا كان نيجاتيف يبقى نيجاتيف 8. يبقى هنا الكي ديت الكي هي البرودكت، يبقى الكي دي يا اما ببوزيتيف او نيجاتيف 8، لان لو ده ب2 ما احنا قلنا ان المشكله ان انا عندي ال ده ممكن يكون ب2 او بنيجاتيف 2، يبقى ده بنيجاتيف 6 او ب6. لو 2 بلس 6 هيطلع ب8، نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 6 هيطلع بنيجاتيف 8. يبقى هنا خلي بالك ان عندها مور ذان 1 سوليوشن. طيب لو انا سالت على السؤال اللي بعده كده، دي حبه اسئله على الموضوع. لو انا قلت لك ان احنا عندنا the product of the two roots، عايز اعرف البرودكت. هي المساله كده يا جماعه بالمنظر ده مترتبه ولا لازم ارتبها؟ ارتبها اخليها نيجاتيف 1 اوفر 4 اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 3. انت طالب مين يا عم الحاج؟ طالب البرودكت. البرودكت نيجاتيف سي، البرودكت سي على ايه؟ سي اللي هي ب 3 divided negative 1 over 4. طبعا انا ممكن اعملها بالكالكوليتر، ممكن اعملها بدماغي، ان النيجاتيف 1 اوفر 4 دي هتتقلب تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف 4، لان ده تايمز، هيبقى كده هيطلع التايمز هيطلع بنيجاتيف 12. يبقى اول واحده الحل بتاعها از نيجاتيف 12. طيب نشوف السؤال الثاني. بيقول لي ذا برودكت، البرودكت يا جماعه ما فيش واحد يقول لي البرودكت سي على ايه واختار سي على ايه كده وانا مغمض. لا، هنا دلوقتي انا حطيت لك الاي حطيتها بي، والبي حطيتها سي، والسي حطيتها ايه، ده انت لخبطت لي الدنيا. فانا عارف ان البرودكت بيجي السي اللي هو ده على ايه اللي هو ده، يعني ايه على بي؟ يعني انت دلوقتي يا مستر غيرت لي البرودكت بقى ايه على بي. ايوه، ما هو هنا ده الاي، الاي ده مكان السي وده مكان الاي، ف الاخير في الابسوليوت تيرم على كوفيشنت اوف اكس باور 2. لو طلب السم يبقى نيجاتيف سي على بي، مفيش اي مشكله. السؤال اللي بعده بيسال على السم. يا مستر السم نيجاتيف بي اوفر اي. طب هي فين البي اصلا؟ البي اهي نيجاتيف 3. لا دي مش البي يا حبيبي، دي السي. امال مين البي؟ البي اللي جنبها اكس، وانت ما عندكش حاجه قدامها اكس. يعني ده الايه؟ وده السي، يعني البي فين يا مستر؟ البي بزيرو. يعني السم هيبقى نيجاتيف بي على 5، يعني 0 على 5 يطلع بزيرو. يبقى السم بتاعنا از ايكوال تو زيرو. السؤال ده ركز فيه، مهم جدا. يقول لي لو واحد من الروتس اسمه ال والتاني 3 ماينس ال، طب ده بال وده 3 ماينس ال، طب انا يعني اعمل ايه يا مستر؟ ايه رايك لو عملتهم بلس بعض؟ هنشوف ايه اللي هيحصل. نعمل ده بلس ده، هنعمل دول كده بلس بعض. يعني انا بعمل ايه؟ بجيب، ما انا بجيب السم، انا ممكن اجيب السم او اجيب البرودكت. فانا حسيت ان انا لو عملت السم هلاقي ان ال هتروح مع ال، عشان دي بالماينس ودي بالبلس، هيفضل لي 3. والسم من المساله اللي هو نيجاتيف بي على ايه اللي هو هيطلع هنا بايه؟ يعني هنا السم اللي هو 3 ده هو الايه؟ تبقى الايه ب 3، يبقى الايه ب 3. لا تاني مستر عشان انا مش مركز. السم من دي اجيبه ازاي؟ بنيجاتيف كوفيشنت اوف اكس اللي هو نيجاتيف نيجاتيف ايه، يعني ايه على 1 يعني بايه. والسم من هنا لما عملت دول بلس بعض ال و3 ماينس ال، ادي ال و3 ماينس ال، ده هيكنسل مع ده هيطلع ب3، يبقى الاي دي تطلع ب3. كده وضحت. If one of the two roots of the equation is multiplicative inverse، ادم قال لي كلمه multiplicative inverse يعني الايه على طول equal السي، يعني الكوفيشنت اوف اكس سكوير equal الابسوليوت تيرم، يعني ده equal ده.
يعني الـ A بـ 2 تبقى الـ A is equal to 2. If one of the two roots of the equation is additive inverse، أما يقول لي additive inverse، إحنا قلنا أما يقول لي كلمة additive inverse نستفيد إيه يا رجالة؟ نستفيد إن الـ B بـ 0. طب هي فين الـ B؟ الـ B اللي هي في النص دي. كلها على بعضها بـ 0، يعني B minus 3 دي كلها بـ 0. يبقى الـ B بكام؟ تبقى الـ B is equal to 3. تمام. السؤال ده بيقول لي if the sum equal the product، ايه ده؟ السم اللي هو نيجاتيف بي على ايه ايكوال السي على ايه؟ طب ما انا هكنسل الاي مع الاي، يبقى النيجاتيف بي ايكوال تو سي، تبقى البي ما تقوليش ايكوال سي بقى، دي نيجاتيف بي، نيجاتيف بي ايكوال سي، فانا عايز اودي النيجاتيف بقى الناحيه الثانيه، تبقى البي ايكوال نيجاتيف سي، يبقى البي ايكوال نيجاتيف سي. برافو. If the product of the equation is 3، البرودكت اللي هو ده اللي هو سي على ايه؟ يعني 12 على حاجة is equal to 3. طب أنا ممكن أعملها 12 على 3 يا مستر، يديني الحاجة دي اللي هي كي ماينس 2. 12 على 3 equal 4، كي ماينس 2 4. طب ما أنا لو وديت ال 2 الناحية التانية بالبلس تبقى كي ب 6، يبقى الإجابة is 6. برضه هنا بيقول لي if the sum of the two roots of the equation is equal to 1، السم equal to 1. السم اللي هو ده اللي هو b على 2، b على 2 is equal to 1. يبقى الـ b بكام؟ لو عملت كروس على طول تبقى الـ b is equal to 2. هنا if one of the two roots of the equation is equal to 2، واحد من الـ roots is equal to 2، عايز يعرف الـ a بكام. طب ما على طول يا مستر أنا دلوقتي عرفت إن دي بـ 12. دي اللي هي البرودكت اللي هي سي على ايه اللي هي سي هنا ب 12، واحد من الروتس ب 2 يبقى الثاني ب 6، عشان 2 تايمز 6 ب 12. تمام. مفيش 6، هو مش عايز الاذر روت، هو عايز الايه؟ عايز الايه؟ الايه ديت اللي هي السم، انا عارف ان ده هو ده السم، فاعملهم بلس بعض اللي هي 2 6، 2 بلس 6 بكام؟ هيطلع ب 8. لا مستر نيجاتيف 8، لا يا حبيبي هنا في نيجاتيف مالكش دعوه بيها. السم A على 1 ب A، ال A اللي هو 2 تايمز 6 ايكوال 12، 2 بلس 6 ايكوال 8. في أسئلة كتيرة دي هسيبها لك تحلها هذا هوم ورك، الصفحة ديت والصفحة دي كمان دي، هحل منها معاك بس سؤال وبعد كده أدخل على موضوع جديد. بيقول لي find the value of C if one of the two roots is additive inverse. خلاص يا مستر بقى ما احنا حفظنا موضوع الاديتيف انفرس، يبقى الكي ديت اللي هي البي يعني تطلع بزيرو. خلاص يبقى كي از ايكوال تو زيرو. طب هنا بيقول لي if the one of the two roots if the sum of the two roots equal 3، السم يا جماعه اللي هو مين؟ اللي هو نيجاتيف بي على ايه؟ يعني نيجاتيف اي ماينس 3 على اي اللي هي اي ماينس 2 is equal to 3. هنعمل كروس هيبقى 3a minus 6 is equal to negative a plus 3. النيجاتيف بتغير العلامات اللي جوه. طب وبعدين هودي الـ a هناك هتبقى 3a plus a يعني 4a is equal to 3 plus 6 اللي هي 9. يعني 4a equal 9 تبقى الـ a equal 9 over 4. يبقى الـ a is 9 over 4. طب لو البرودكت بنيجاتيف 4، البرودكت اللي هو c على a اللي هي نيجاتيف 4 على a minus 2 is negative 4، يبقى a minus 2 ب 1، تبقى الـ a بكام؟ تطلع الـ a ب 3. أسئلة كتيرة على الدرس، حل بقى أهو، أنا مديك التو روتس ده 3 وده 4 وعايز أجيب الـ a، هعملهم تايمز بعض هيديني 12، يبقى ده هو البرودكت. هعملهم بلس بعض يديني السام، يبقى الـ a نيجاتيف a ب 7، يبقى الـ a بنيجاتيف 7، وهكذا. ده برضه هوم ورك على الدرس بتاعنا، وده سؤال تاني، ده اديتيف انفرس وده مالتيبليكيتيف انفرس نفس الكلام. انا دلوقتي هتكلم على حاجه تانيه خالص، هاو تو فورمينج كوادراتيك ايكويجن هوز تو روتس ار نون. انا دلوقتي عندي التو روتس بتاعت الكوادراتيك ايكويجن، انا عندي دلوقتي التو روتس زي اللي فاتت كده، هنا هعملهم تايمز بعض يديني البرودكت، هعملهم بلس بعض يديني السم، بس احط جنبيها نيجاتيف، يعني اكني بقول اكس باور 2 ماينس السم تايمز اكس بلس البرودكت از ايكوال تو 0.
طبعا لو انا عملت فاكتورايزنج كده اهو، هتعمل ده تايمز ده هيبقى اكس باور 2، ده مع ده هيبقى ايه؟ هيبقى ال اكس ال وده ام ال ام اكس، فهناخد الاكس والال دول هناخدهم مع بعض كده ال بلس ام تايمز الاكس، واخر حاجه هيبقى ال ام. يبقى ده طبعا ده البرودكت، ده كده ده البرودكت وده السم. تعالى نشوف السؤال كده، بيقول لي فورم كوادراتيك ايكويجن، مديك التو روتس اهو، مره اعملهم بلس يبقى انا بجيب السم، يعني السم هيبقى نيجاتيف 2 بلس 4 هيطلع ب 2، البرودكت هيبقى نيجاتيف 2 تايمز 4 بيطلع بنيجاتيف 8. الايكويجن بتتكون اكس باور 2 ماينس السم لازق فيها الاكس بلس البرودكت، تبقى اكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس 8. يعني انا اعمل مره بلس ومره تايمز، مره بلس ومره تايمز. تعال نشوف هنا نعمل السم ازاي. السم هيبقى 2 اوفر 3 بلس 3 اوفر 2، فطبعا هتعمل كده هتبقى 2 تايمز 2 4، 3 تايمز 3 9 اوفر 6 يبقى 13 اوفر 6، يبقى ده السم. اعملهم تايمز بعض، طبعا دي هتكنسل دي ودي هتكنسل دي، يطلع البرودكت ب 1. فهتكتبها اكس باور 2 ماينس 13 اوفر 6 اكس بلس 1 از ايكوال تو 0. انا مش عايز اخلي ان في تحت 6 كده، هعمل كله تايمز 6، هتبقى 6 اكس باور 2 ماينس 13 اكس بلس 6 از ايكوال تو 0، يبقى هو ده الشكل النهائي للمساله. يبقى انا عملتها اكس باور 2 بلس 6 اكس باور 2 ماينس 13 اكس بلس كام يا حبايبي؟ بلس 6 از ايكوال تو 0. طب افرض اديهم لي مستر بالمنظر ده، يعني هتختلف معايا؟ يعني لا مش هتختلف، هات لي السم 5 روت 3 ونيجاتيف 2 روت 3، اما اعملهم بلس بعض هيطلع ب 3 روت 3. طب لما اعملهم تايمز بعض، لما اعملهم تايمز بعض هيبقى نيجاتيف 30، عشان انت عمال ده تايمز ده هيبقى 5 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 10، وروت 3 تايمز روت 3 ب 3، نيجاتيف 10 تايمز 3 از نيجاتيف 30. اجي اعمل بقى الايكويشن، هتبقى اكس باور 2 ماينس 3 روت 3 اللي انا جبته السم اكس بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 30 از ايكوال تو 0. نشوف السؤال اللي بعده، عايز السم، لما اجي اعمل دول بلس بعض هيطلع السم بتاعهم ب 0. طب لو عملتهم تايمز بعض، نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 بنيجاتيف 25، واي تايمز الاي باي باور 2، الاي باور 2 دي انت قايل لي انها بنيجاتيف 1 يا مستر، فهتبقى نيجاتيف 25 تايمز نيجاتيف 1 تبقى از 25، يبقى السم طلع بزيرو والبرودكت از 25، يبقى اكس باور 2 ماينس السم ملوش اي لازمه، السم بلس البرودكت اللي هي 25 از ايكوال تو 0. يبقى انا كده عملت فورمنج للكوادراتيك ايكويشن لو انا عارف التو روتس، اكس باور 2 ماينس السم بلس البرودكت، اكس باور 2 ماينس السم تايمز اكس بلس البرودكت. طب هنا دلوقتي اسمع يعني ركز، 1 وهنا 1 مش نيجاتيف 1، خلي بالك 1 بلس 1 ودي هتتكنسل مع دي عشان دي نيجاتيف 3i بلس 3i از ايكوال تو 0، يبقى السم از 2. طب البرودكت هكتبها كده على الكالكوليتر، 1 ماينس 3i تايمز 1 بلس 3i، لا كده يبقى انت كتبتها غلط، ما ينفعش تكتبها لي كده على الكالكوليتر كده من المنظر ده، لا لازم تعمل براكت كده وبراكت كده، او تعمل ان دول تو كونجيجيت نمبر، فالفيرست باور 2 اللي هو 1 تايمز 1 از 1 بلس 3 تايمز 3 اللي هي 9، يطلع البرودكت ب 10، يبقى اكس باور 2 ماينس 2 اكس بلس 10 از ايكوال تو 0. دي بقت سهله خالص. تعالى نعمل هنا السم ونعمل البرودكت، النيجاتيف 2 روت 2 اي و 2 روت 2 اي هيكنسلوا بعض، هيبقى 3 بلس 3 هيطلع ب 6. البرودكت 3 باور 2 يعني 9، 2 روت 2 باور 2 يعني 4 تايمز 2 ب 8 يعني يطلع ب 17، هتبقى اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 17 از ايكوال تو 0. اتنقل للسؤال ده،
السؤال دوت بيقول لي 3 اوفر اي و 3 بلس 3 اي اوفر 1 ماينس اي. عايز اعمل مره سم وعايز اعمل مره برودكت واشوف ايه اللي هيحصل. انت ممكن تعمل ايه؟ تعمل سمبليفاينج للنمبر ده. يعني انت ممكن تعمل سمبليفاينج للنمبر ده بس ايه؟ وممكن تشتغل عليهم على كده على طول. يعني انت بتيجي تعمل بلس هتعمل دول كده مع بلس بعض زي ما انا عامل كده. فبعمل اي تايمز 1 ماينس اي تحت. وهعمل 3 تايمز 1 ماينس اي بلس اي تايمز 3 بلس 3 اي فوق. يعني انت دلوقتي القانون بتاعنا اللي هو ايه على بي بلس سي على دي. الاثنين اللي تحت دول يتعملوا تايمز تحت كده بي تايمز دي. ونعمل ده مع ده هيبقى اي دي. وده مع ده اللي هو بي سي. سواء بقى كانت هنا بلس نعمل بلس، كان هنا ماينس نعمل ماينس. فانا دلوقتي عملت ده تايمز ده اهو هيبقى 3 تايمز 1 ماينس اي. واي تايمز 3 بلس 3 اي وتحت اي تايمز 1 ماينس اي. هنوزع بقى 3 هتبقى 3 تايمز 1 ب 3، 3 تايمز نيجاتيف اي بنيجاتيف 3 اي. اي تايمز 3 ب 3 اي، اي تايمز 3 اي باور 2، اي تايمز 3 اي هيبقى 3 اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 3. دي كده بقت نيجاتيف 3 من الاخر. وهنا اي تايمز 1 باي وهنا اي تايمز اي تبقى نيجاتيف اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1. يعني هنا هيبقى 1 دي هتبقى اي بلس 1. وفوق هتبقى 3 ماينس 3، ما هي دي 3 ماينس 3 هيبقى ب 0. يبقى 0 على نيجاتيف 1 على ده هيطلع ب 0. المهم كل السم طلع ب 0. طب البرودكت، البرودكت هعمل اللي فوق تايمز بعضه واللي تحت تايمز بعضه. يعني 3 تايمز 3 هيبقى ب 9 و3 تايمز 3 اي ب 9 اي واي تايمز 1 بايه؟ باي واي تايمز اي بنيجاتيف اي باور 2 اللي هي بلس 1. لو خدت من فوق 9 كومن فاكتور هيبقى 1 بلس اي وتحت 1 بلس اي هيكنسلوا مع بعض يطلع البرودكت ب 9. السم ب 0 مفيش في النص حاجه يبقى اكس باور 2 بلس 9 از ايكوال تو 0. سؤال مهم وذاكره كويس. السؤال اللي بعد كده ده مهم جدا جدا بقى. بدأنا المسائل بقى بتاعت الامتحانات، الاسئله اللي فيري امبورتنت. بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك لو كان الايكويجن بتاعتك اسمها اكس باور 2 ماينس 5 اكس ماينس 6 الروتس بتاعتها ال وام. عايزك تكون ايكويجن ثانيه. انا بعمل فورمينج كوادراتيك ايكويجن من واحده ثانيه انا ما اعرفهاش. فورمينج كوادراتيك ايكويجن فروم روت اوف انذر ايكويجن. انا بعمل فورمينج كوادراتيك فروم ذا روتس اوف ذا اذر ايكويجن. يعني انت الاذر ايكويجن ديت عندها روتس ما جيناش جنبهم خالص اللي هم ال والام. دول بتوع مين؟ بتوع الايكويجن دي. انا عايز اكون واحده ثانيه الروتس بتاعتها ال وام بس دي بلس 7 وده بلس 7. طب ماشي تعالى نعمل اول حاجه نجيب ال L والام. طب ما انا ايه يعني احل دي يعني يا مستر؟ اه ممكن اعمل مود 5 3، ممكن اعمل الرول الجنرال فورمولا، ممكن اعمل فاكتورايزيشن. قدامك كل الطرق بقى اللي انت خدتها عشان تجيب الروتس. ادي هنا هيبقى واحد من الروتس هيبقى ب 6 والتاني هيبقى بنيجاتيف 1. مين يعني اللي ب 6 ومين يا عم؟ اي واحد ال L ب 6 وال M بنيجاتيف 1. اه يعني ده هعمل 6 بلس 7 هيطلع ب 13 ونيجاتيف 1 بلس 7 هيطلع بكام؟ هيطلع ب 6. بقى عندي ايكويشن هو عايزها الروتس بتاعتها 13 و6. هتعملهم مره بلس هيطلع 19، هنعملهم مره تايمز هيطلع ب 78. هتبقى الايكويشن اكس باور 2 ماينس السم بلس البرودكت ماينس السم مع الاكس طبعا هيطلع كده شكل الايكويشن. ما فهمتش الحته دي قوي يا مستر، ما فهمتهاش قوي. انت انا جبت دلوقتي انا فهمت لحد ده 6 وده نيجاتيف 1. حط مكان هنا 6 وحط مكان ده نيجاتيف 1. 6 و7 13 نيجاتيف 1 بلس 7 6. رجعنا بقى للدرس اللي فات. انت عندك دلوقتي ده 13 وده 6. هتجيب السم ازاي؟ نعملهم بلس هيطلع 19. هجيب البرودكت ازاي؟ اعملهم تايمز هيطلع 78. الايكويشن بتقول ان انا بتكون اكس باور 2 ماينس السم مع الاكس بلس البرودكت. يعني اكس باور 2 ماينس 19 اكس بلس 78 از ايكوال تو 0. بالظبط كده يا حبيبي. تعالى نشوف مساله ثانيه. دي طبعا الطريقه اللي انا حليت بيها ان انا ممكن اسمي واحد من الروتس
يعني اذا انا ممكن احلها بطريقه ثالثه، ان انا اسمي واحد منهم بي دي والثاني دول ال وام، فدي هيبقى ال بلس 7 وده ام بلس 7، اعملهم بلس. يعني بص معايا دلوقتي، انت عندك ال بلس 7 وام بلس 7، ودي الطريقه دي حلوه قوي. يعني انت دلوقتي عندك الروتس بتاعتك اهي، ركز بقى في الطريقه اللي انا هشتغل بيها دلوقتي تاني، واحده كمان خالص. انت دلوقتي عندك اكس باور 2 ماينس 5 اكس ماينس 6، اكس باور 2 ماينس 5 اكس ماينس 6، دي ايكويشن الروتس بتاعتها ال وام، فنجيب ال بلس ام نيجاتيف بي على ايه؟ يعني ايه نيجاتيف بي على ايه؟ يعني 5. طب هات لي ال ام البرودكت، ال ام يبقى نيجاتيف 6 اللي هي سي على ايه؟ طب انت عايز تكون ايكويشن الروتس بتاعتها ال بلس 7 وام بلس 7، تعالى نعمل دول بلس ال وام و7 و7، 7 و7 14، يعني ال بلس ام بلس 14. طب ما انت مثلا لسه جايب لي ال بلس ام هي 5، دي 5 هيبقى 5 بلس 14 هيطلع 19، يبقى انا جبت السم دلوقتي، جبت السم بتاع الروتس الجداد ب 19. ماشي، ناقص لي البرودكت بقى. طيب البرودكت يعني ال بلس 7 تايمز ام بلس 7، ال تايمز ام ال ام 7 تايمز ال 7 ال 7 تايمز ام 7 ام، خد 7 كومن فاكتور هيبقى 7 ال بلس ام، اخر حاجه 7 تايمز 7 ب 49. طب ما انت مستر قايل لي ال ال ام ديت ال بلس ام ولا ال ام؟ ال ام بنيجاتيف 6 بلس 7 تايمز ال ال ام ال بلس ام اللي هي 5 بلس 49، يبقى انا عملت نيجاتيف 6 بلس 35 ماين بلس 49 هيطلع ب 78. خلاص يبقى انا كونت الايكويشن اكس باور 2 ماينس 19 اكس بلس 78 ايكوال تو 0. يعني ما فيش غير الطريقه دي. دي اسهل خالص، بس انت اتعود عليها. عايزك تعرف ان الامبورتنت ريماركس اللي انا مديها لك دلوقتي دول، لو انا طالب منك مثلا واحد اكون ايكويشن الروت بتاعتها ال باور 2 ام باور 2، مش عارف اجيبهم بلس بعض. يعني خلي بالك ال باور 2 بلس ام باور 2 doesn't equal ال ام ال بلس ام اول تو ذا باور 2. لا غلط. ليه؟ لان ده بيبقى ال باور 2 وام باور 2 وفي في النص 2 ال ام. طب انا ممكن اعمل علاقه ما بينهم، انقص من ده 2 ال ام هيديك ايه؟ هيديك ال باور 2 بلس ام باور 2. نفس الكلام لو انت عايز تجيب ال باور 3 وام باور 3، ده القانون هتستخدمه. اكتب الرولز دي او صورها. لو انا عايز اجيب السم بتاع 1 على ال و1 على ام، زي ما انا علمتك بعمل ال ام واعمل هنا ال بلس ام. لو هنا ال على ام وام على ال، هتبقى هنا ال سكوير وام سكوير اللي هي ديت على ال ام. كل الرولز دي تبقى ايه؟ مذاكرها عشان انا هستخدمها دلوقتي في حل المسائل. هنا بيقول لي if l and m are two roots of quadratic equation، يلا بينا يا جماعه نعمل ايه؟ نجيب ال بلس ام. ال بلس ام بكام؟ ال بلس ام يا مستر ب 3 بنيجاتيف 3 سوري. طب ال ام، ال ام هيبقى بنيجاتيف 5. طب هو عايز واحده ال باور 2 ام باور 2، فالقانون اهو ال باور 2 بلس ام باور 2 ايكوال ال بلس ام اول باور 2 ماينس 2 ال ام. ال بلس ام اللي هي نيجاتيف 3 باور 2 ب 9 ماينس 2 تايمز نيجاتيف 5 يعني بلس 10، هيطلع السم بتاعهم 19. طب لو انا عايز ال بلس ام ال باور 2 تايمز ام باور 2 يعني ال ام اول باور 2 يعني نيجاتيف 5 باور 2 يطلع ب 25. يبقى انا كونت الايكويشن بقت اكس باور 2 ماينس السم اللي هو 19 اكس بلس 25 از ايكوال تو 0. هنا برضو بيقول لي فايند ذا كوادراتيك ايكويشن اف one of the two roots is twice the other. يعني انا هسمي واحد مثلا ال والتاني هسميه 2 ال. طيب هنا من الايكويشن ديت فين السم؟ السم هيبقى ايه؟ نيجاتيف بي على ايه يعني 4، ال بلس ام هيطلع ب 4، البرودكت هيبقى سي على ايه اللي هي 5 على 2. انا عندي دلوقتي واحد بيقول لي هنا اتش اوف ذا تو روتس از توايس، يعني لو ده ال يبقى ده 2 ال، لو ده ام هيبقى ده 2 ام سوري. تعالى نعمل بلس هيبقى 2 ال بلس 2 ام، خد 2 كومن فاكتور هيبقى 2 تايمز ال ام ال بلس ام يعني 2 تايمز 4 هيطلع السم بتاعهم ب 8. ناقص البرودكت هعمل 2 ال تايمز 2 ام، 2 تايمز 2 هيبقى 4 ال ام يعني 4 تايمز 5 على 2 هيطلع ب 10.
بقت ايكويشن اكس باور 2 ماينس 8 اكس بلس 10. هنا طبعا اسئله كتير عن الموضوع، بيقول لي كوادراتيك ايكويشن which the sum is negative 1 and the product is negative 3. هنا x power 2 minus اللي هتبقى plus x minus 3 is equal to 0. هنا quadratic equation الروتس بتاعتها 2 و 3 هتبقى x power 2 السم بتاعنا كام؟ 5، يبقى minus 5x plus البرودكت اللي هو 6. طبعا دي اسئله هوم ورك عايزك تحل منها، تجيب لي l plus m، تجيب لي l m، تجيب لي l power 2 m power 2. كتبت لك القوانين، اتمنى ان انت تاخد سكرين شوت للاسئله ديت وتحلها، ولو في اي حاجه مع هنحلها مع بعض برضو في المراجعه ان شاء الله. مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق الاداره العامه للتعليم الالكتروني، كان معاكم مستر محمد السقيري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.